السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حاب بيوتي بلوجر من دبي، وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن احسن 6 كونسيلرات استخدمها حاليا ومناسبتني. هذه الكونسيلرات استخدمها بشكل عام حق الهالات اللي تحت العيون، ومرات ممكن استخدمها حق تغطية اثار الحبوب اذا كانت موجودة عندي. تعالوا ياي اراويكم هالست كونسيلرات. اول كونسيلر واكثر كونسيلر احبه ومن يخلص لازم ارجع اشتري منه نارس، اللي هو راديانت كريمي كونسيلر. وايد حلو هالكونسيلر، درجتي فيه جينجر او ميديوم 2. وايد هاي الدرجة تناسب الحلوات الحنطيات، ها حلو يطلع عليهم. بشكل عام استخدمه لتحت العيون، ثابت ما يتكسر، بس اثبت بودرة شفافة او البناي البف، احب استخدم الباف ممكن اثبت فيها وتنطول النهار ثابت، ما احتاج منه كمية كبيرة وصراحة يطول عندي. اخذه من سيفورا دبي مول او سيفورا مول في اميرتس، هالاماكن اللي عارف انه موجود فيها، واتوقع انه في الخليج بدأوا يجيبون منتجات نارس. ثاني كونسيلر وايد حلو ومن الدراج ستور او سنتر بوينت ممكن تحصلونه، اللي هو ريفلون كولر ستاي. درجتي فيه 5 ميديوم ديب. صح شكله شيء يعني شوي غامض، بس لا بالضبط درجتي. احيانا اذا ما ابغي اضيف اضاءه لتحت العيون فهذا وايد مناسب، واذا مثلا حاطه فاونديشن خفيف او بس حاطه بيبي كريم وعندي الهالات باينه احطه. وبعد هذا مناسب ان اغطي فيه العلامات اذا موجوده على بشرتي، لانه بالضبط لوني فما يعطي اضاءه اكثر. مثل ما قلت لكم بتحصلونه في سنتر بوينت او يمكن بعد صيدليات بوتس، اي ستاند الريفلون غالبا موجود. هذا ثالث نوع وهالنوع وايد احبه، من LA برو كونسيلر. انا طبعا ماخذه درجتين لانه بالضبط درجتي في النص بينهم، ودائما اوت اوف ستوك، فاخذت الدرجه الاغمج والدرجه الافتح واخلطهم يا بعض. موجود عند تاجرات الانستغرام بدرجات وايد مختلفة، في درجات رادة على الوردي ودرجات رادة على الاصفر. انا هالدرجتين وايد مناسبيني، وتغطيته من ميديم الى فول كفرج بعد ما يخططون. وكل الكونسيلرات اللي استخدمها عادة لازم اثبتها بودرة حرة، ما احب احط كومباكت باودر او بودرة ثقيلة عشان ما ازيد طبقة زيادة، لان احس هالكونسيلرات تغطيتها تكفي. رابع نوع من لورا مرسيه اسمه سيكرت كونسيلر، درجتي فيه رقم 3. هذه الدرجة راد شوي على مشمشي. هالكونسيلر ما احب وايد ان احطه لتحت العيون، احس بشوي ثقيل، فممكن انه شوي يتكسر. افضل اني استخدمه اكثر حق العلامات على البشرة. اذا بحطه لتحت العيون احط طبقة جدا خفيفة واسوي لها بلند، غالبا بالبيوتي بلندر. احس البيوتي بلندر تكون ممتازة ويا هالكونسيلر لانه شوي تخفف منه. واللورا مرسيه موجودة عندنا في دبي في محلات دبنهامز. فيت مي من مابلين، هذا الكونسيلر مشهور الاغلب يستخدمونه، السبب تغطيته وايد حلوه، تغطيته من لايت الى ميديوم كفرج حسب ما انت تبنينها. يعني مشكلته ان درجاته متفاوته، مثلا انا هاي درجه 25، درجه 30 وايد غامجه، يعني درجه 30 بالنسبه لي ممكن استخدمها حق الكونتورينج. فمشكله هالكونسيلر انه مو متنوع وايد درجاته، ممكن تاخذين لونين وتخلطينهم ويا بعض. موجود في سنتر بوينت وصيدلية بوتس. وايد من الحلوات يقارنون بنارس، لا انا بالنسبة لي احس فيت مي مختلف تماما عن نارس، تركيب تغير بس بعد خفيف وحلو وما يتكسر. اخر نوع من ماك اللي هو برو لونج وير كونسيلر، هذا محبوب الكل، كل حد يستخدمه والكل يمدحونه. انا يعجبني بس ما استخدمه دائما لان احس به شوي ثقيل على البشره. ما يتكسر صراحه عندي، بس احس انه الطبقه تحت العيون ما احب دائما شي يكون، احب مرات ان تكون تغطيه خفيفه. هذا انا بالنسبه لي هذا فول كفرج، فاحب استخدمه للمناسبات اكثر. اذا ابغي الميك اب يتم ثابت طول اليوم، الكونسيلر ثابت طول اليوم، استخدم هذا. درجتي فيه NC30،
احيانا ممكن اخذ انسي 25 اذا ابغى شوي فاتح ونحق الهايلايتنج، بس انسي 30 ممتازه بالنسبه لي، وطبعا موجود في محلات ماك. وهذه يا حلوات انواع الكونسيلر اللي حاليا استخدمها وحابتنها ومناسبتني. لا تنسون اللايك والكومنت والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامه.